هسه في شغلات طبعا اذا يعني راح اجيب بس مش بالتفصيل، بس هسه في عندك يعني التشابتر اللي هو البارتيكوليت فاولينج اللي هو داخل معاكم بالسكند، عرفتوا علي؟ اوكي هسه انا ليش خليت تشابتر 3 بصراحه بالفاينل مشان يكون جزء للار او بالفاينل، عرفتوا علي؟ لكن المواد اللي غطيناها على الفيرست، عرفت علي؟ اذا في شيء انت الفاينل عندك موجود، الفيرست موجود عندك عارفه، يعني انا احتمال اجيب يعني احتمال 90% اجيب يعني اقل من 8 علامات على شيء ما جبته بامتحان الفيرست. وفي يعني في هناك مواضيع ما غطيتهاش امتحان الفيرست، لو تشوف عليها بجيبها بس يعني لا اكثر ولا اقل، عرفت علي؟ من امتحان الفاينل راح يكون تقريبا بحدود ال 34 علامه على ماده الفاينل، وشوي بالسكن اذا مش مغطاي، واضح ولا لا؟ اما تشابتر واحد يعني تشابتر واحد مقدمه اكيد لا، يعني لانه خلاص انت بتكون عارف شو معنى الثيرمال كومبريشن وعارف التفصيلات هاي بعلم اكثر، مش داعي انك تدرسها مره ثانيه، خلاص بتكون باي ديفولت، عرفت علي؟ اوكي المهم اليوم بنبلش في من اكزامبل اللي على تشابتر 6. اوكي انتوا شايفين الشاشه ولا انا مش عامل شير؟ انا شايفين يا مهندس. اوكي امبارح خلصنا كل الشغلات المتعلقه بالديزاين بروسيجر للثيرمال السنجل افكت ايفابوريتر وذ ميكانيكال فيبر وذ سوري ثيرمال فيبر كومبريشن اللي هي تي في سي، وقلنا ذكرنا المحاضره الماضيه الاختلافات اللي موجوده بين البسيطه الموجوده بين السنجل افكت ايفابوريتر والسنجل افكت ايفابوريتر وذ ثيرمال فيبر كومبريشن تي في سي، لانه زي ما ذكرته زي ما ذكرنا احنا اخذنا انه الهيت بامب المتصل اذا كان الايفابوريتر مش متصل في هيت بامب اخذناه في شابتر 5 اللي هو السنجل افكت ايفابوريتر اس اي في، اذا كان متصل في ثيرمال كومبريشن بنسميها احنا اس اي سنجل افكت ايفابوريتر وثيرمال فيبر كومبريشن تي في سي. في تشابتر 7 اللي راح نبلش فيه بعد بكره او بكره حسب ما نخلص راح نبلش في النوع الثاني من السنجل افكت ايفابوريتر اللي بيكون متصل مع هيت بامب، بيكون متصل مع الميكانيكال فيبر كومبريشن. اوكي امبارح وضحنا في المحاضره الفروق اللي هو المين ديفرنس بتوين الكلاسيكال سنجل افكت ايفابوريتر بين الثيرمال فيبر كومبريشن سنجل افكت ايفابوريتر. مراجعة سريعة أخذنا هنا اللي حضر امبارح إنه الانترين فيبر زائد الموتيف ستيم بيعطيني إيش؟ بيعطيني اللي هو الستيم العادي. أخذنا إنه الديستيلت الأم دي بينقسم إلى قسمين أم إي في وإيش وأم سي. بعدين عملنا ماس إنرجي بالانس، هاي الاختلافات القليلة كانت. وآخر شيء كان في عنا مرينا عليه آخر شيء اللي هو الستيم إجكتر. الستيم إجكتر قلنا الستيم إجكتر عرفنا إيش بنسميه إحنا اللي هو الانترينمنت ريشيو ار اي، وقلنا الانترينمنت ريشيو هي عباره عن الريشيو بين الماس فلو ريت اوف ذا موتيف ستيم تقسيم الماس فلو ريت اوف ذا انترن فيبر اللي هو بهاي الرسمه، هاي هسه بطلع لكم اياها من هان اللي هو بالرسمه هاي ايوه الماس الموتيف ستيم على الماس اوف انترنت فيبر، هاي بنسميها الانترنت ريشيو. والانترنت ريشيو كان بي اكسبريزد ان تيرمز اوف ذا في اس اللي هو الستيم بريشر الانترنت فيبر بريشر اند الموتيف ستيم بريشر ان اديشن تو ذا بريشر كوركشن فاكتور اند تمبرشر كوركشن فاكتور. والبريشر كوركشن فاكتور والتمبرشر كوركشن فاكتور A function of the BM and TEV هين تمام. وإذا متذكرين امبارح قلنا the temperature of entrained vapor is the same as the temperature of the TC the same as the temperature of TD شرحناها امبارح، وأيضا أعطيناكم تعريف اللي هو عبارة عن تعريف الكومبريشن ريشيو اللي أخذته في الكومبريسر
بشكل عام الكومبريشن ريشيو هو عبارة عن اوكي فعندكم التمبرشر الكومبريشن ريشيو هي عباره عن اوت للتمبرشر عن الاوت بريشر عن انبوت بريشر. زي ما قلنا اذا عندك كومبريسر بتطلع بريشر 500 كيلو باسكال وهذا اللي هو ديسشارج والسكشن اللي عليها 100 فالكومبريشن ريشيو اللي هو البي اوت على البي ان 500 تقسيم 100 وتساوي 5. ذا سيم ستوري عندك ستيم انجكتر شو بفوت عليه؟ بفوت عليه موتيف ستيم بفوت عليه ترين فيبر وبيطلع منه الستيم اس. كنا البوتل ستيم اذا متذكرين امبارح ما بندخله في المعادله لانه هو عباره عن ايش بخار دافع ستيم اللي هو موتيف ستيم فهو بدخلش فبصفي عندك الكومبريشن ريشيو عباره عن البي اس على البي اي في. واضح يا شباب بنات؟ الو واضح مهندس تمام. هسه الاكزامبل هاي مراجعه الاكزامبل اللي عندنا عندنا سينجل افكت ايفابوريتر والثيرمال فيبر كومبريشن از ديزاين ات ذا فولوينج اوبريتنج كونديشنز. ذس از ذا جيفن انفورميشن. بيعطيك البويلنج تمبرشر 75، الكومبريشن ريشيو للستيم اجكتر 2.5، الموتيف ستيم بريشر بي ام 750، الفيبر البي في اللي هو 37.1 كيلو باسكال ودلتا بي بي ديمستر بريشر دروب از نيجليجبل. تمام الديمستر بريشر دروب از نيجليجبل واضح. البراين ريجكت كونسنتريشن يساوي 70,000 اللي هو الاكس براين والانتيك ووتر سديلتي اكس فيد 42,000 بي بي ام. الانتيك سي ووتر تمبرشر تي سي دبليو 25 دجري سلسياس. السيستم كاباسيتي 1 كيلو جرام بير سكند ام دي. البولينج تيمبرشر تي بي تساوي 75 فهرنهايت والفيد سي ووتر التي فيد هي عباره عن التي بولينج بوينت ناقص 5. كم التي بولينج بوينت عندك شباب؟ يلا 75. اذا التي فيد هي عباره عن 70 واضح. والكوندنسر افشنسي 0.9. الو مهندس معك. اطلع على المعلومات. البولينج بوينت تمبرشر از جيفن للسوليوشن. هسه بنشوف هنا الكومبريشن ريشيو 2.5، الموتيف ستيم بريشر 750، الفيبر البي في 37.1 للفيبر اللي طالع. هسه بنشوف شو معناتهم. والبريشر دروب للديمستر از نيجليجبل. البراين ريجكت براين اكس بي اللي هو اكس براين 70,000 بارت بير مليون واكس بي 42,000. طيب بس ملاحظه صغيره، اذا بتشوفوا الاكزامبل في شابتر 5 عوضنا محل ال 70,000 7 صح ولا لا؟ بالمعادله مشان نطلع اللي هو ايش؟ تذكروا معي مشان نطلع ايش؟ ايش؟ سي بي وغير سي بي. شو كمان طلعنا؟ ايش؟ بولينج بوينت اليفيشن. البولينج بوينت اليفيشن اكزاكتلي. مش قلنا احنا ان البولينج بوينت اليفيشن في شابتر 5 ايوه البولينج بوينت اليفيشن شو تساوي؟ صح ايه بتم شارو اكس اللي هي السلينيتر صح ولا لا؟ مزبوط. طيب بس ملاحظة واحنا نحل 70,000 عوضناها 7 اذا متذكرين، يعني كنت تشيل ايش 4 اصفار. ليش؟ انا مش حاب انكم ما تعرفوا ليش. هسه عندك اذا كان سنة 70,000 بي بي ام شو معناتها؟ يعني 70,000 ميلي جرام بين ايش وتساوي 70 ايش؟ صح ولا لا؟ صح مزبوط.
70,000 دي بي ام. طيب شو حاطين لك بالتعريف الاكس؟ قال لك اللي هو الويت فراكشن، الويت بيرسنت. طيب الويت بيرسنت شو هي؟ ويت عويت، صح ولا لا؟ تمام. طيب هسه 70 جرام لكل لتر، 70 جرام لكل ايش؟ لتر. شو كثافه المي عندك؟ يلا 1 جرام لكل لتر. بالك 1 كيلو جرام لكل لتر، 1 ملي جرام لكل شو بالكم؟ 1 كيلو جرام لكل لتر. 1 كيلو جرام يعني 1000 جرام لكل لتر، صح؟ قسم على الدنسيتي، قسم على الدنسيتي تقسيم، صح؟ إذن هاي كلها ايش؟ تقسيم ايش؟ الدنسيتي شو قلنا؟ 1000 جرام لكل لتر، صح؟ مظبوط ولا لا؟ مظبوط. قسم لي يا لعبة، شو بتصير عندك؟ صح؟ مظبوط. صح ولا لا؟ 7%. فأنا شو حاطط لك أنا؟ كاتب لك أنا، إذا أنت انتبهت، شفتوا بالبيرسنت 0.7%، فهمتوا ولا لا؟ ألو أفهمهم. شباب بنات، كان هيك بتعوض أنت الرقم اللي بالبي بي أم بدك تقسمه على 10,000. الخلاصة يعني أنت أول شيء حولته قسمته إيش؟ قسمته على إيش؟ قسمته على أول 1000 يتحول لجرام، على 1000 الثانية، فهمت علي؟ فعندك صار عندك قسمته على مليون، 1 2 3 4 5 6 7، صارت 0.07 يعني 7%. فهمتوا علي ولا لا؟ 7 عوضتها، واضح ولا لا؟ الو يا شباب، الو مالكم شباب بنات؟ الو ايه معك مهندس. بنات مش حدا بتطلع ولا شب؟ مالكم شباب؟ معك مهندس. يعني السلمتي اللي كانت في البي بي ام بدك تقسم على 10,000 مشان تصيب الويت بيرسنت، فهمتوا علي؟ وتعوضها في المعادله السلمتي، الخلاصه تبعتها. بس انا حبيت افرجيكم التفصيل تبعها كيف تحولت، ليش قسمت انت على 10,000 مشان تصير هي اصلا بتقسم انت على 1000. اول شيء صار تصير جرام بير لتر، بتقسم على 1000 مشان تحول الدنسيتي لويت بيرسنت. بعدين شو بتعمل؟ بضرب في 100 في المية، فبتصير بيرسنت، فبطلع معاك 70,007 و 42,042. أنا عندي سؤال 4 بوينت، عفوا أنا عندي سؤال يا شباب. ألو يا سوري شويتر خطيب شباب تايمين، علي عجو ابو عواد معك مهندس. معك مهندس. مالكم ابو عواد وين؟ دردس صاحب عداك موجود مهندس، موجود. هنا عبد الله موجوده هنا؟ طيب موجوده مهندس. هاي المعطلات، فخلينا نشوف السؤال هسه. هاي الاكزامبل هذا هو ديزاين بروبلم، مطلوب انك تحسب واحد السبيسيفيك هيت ترانسفير اريا، اثنين الفلو ريت اوف ذا كولينج ووتر، ثلاث البيرفورمانس ريشيو. تمام. واضح؟ طيب تمام. هسه مشان تحسب انت السبيسيفيك اريا، وين هي السبيسيفيك اريا؟ هسه خلينا نيجي على السبيسيفيك اريا هنا. شو بدك؟
الين بشكل عام شو بدك تحسب؟ عد عيدك بدك ايش؟ الو كيلو ايفابوريتر بعدين اليو اي والتي اس والتي بي، يعني ارجع ارجوع انت صح ولا لا؟ مظبوط 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 ولا؟ طيب سؤال هذا، هاي عندك مجهول 2 3 4 دي الكيو اي هيها تساوي لاندا اس، بدك تحسب لاندا اس وتحسب الماس اوف موتيف ستيم والماس اوف انترين فيبر من المعادله الانرجي بالانس اللي اخذناها امبارح تبعت اللي هو الايفابوريتر. تمام، الايفابوريتر يساوي الماس ام ام في دلتا اس، وبدك تحسب الدي اس والتي بي. اذا بدك ترجع رجوع في السؤال. طيب خلينا نرجع رجوع مشان طبعا اليو بالنسبه لليو اللي الكورليشن، خلينا نرجع اليو بدايه. شايفين اليو اللي بدك تحسبها هذا انتو اليو تبع الايفابوريتر معي انتو ولا مع شباب؟ ألو معك مهندس. طيب اليو اي بداية هاي لا كورليشن هاي أخذناها شابتر 5، بدك التي بي جيفن. إذا اليو اي طلعتها كذلك اليو سي طلعتها. أوكي هسه في الامتحان كنا نجيب لك سؤال دايركت، يعني أعطيك معطيات طلع لي أنت اليو اي تعوضها خلص، هذا مطلوب. يعني اطلع لي مثلا انت بكون معطيك انا معلومات ثانيه معينه بسرعه، مثلا معطيك الاريا، معطيك هذا اليوي، بقول لك شو البولينج بوينت، يعني معادله بدك تعرف شو المجهول فيها. بس الفيزيكال مينينج انه الاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت للايفابوريتر هو له كورليشن، بدك التي بي، والتي بي جيفن 75 عوض 75 اطلعت عندك اليو اي هاي قيمتها، والاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت للكوندنسر التي سي. التي سي مش معطيه صح؟ لسه مش معطيه معين تقول لا ايوه تي بي ناقص البولينج بوينت ديفيشن. لا لا استنى استنى يا احنا اخذناها شويه شويه تغييرات صغيره تذكرناها امبارح. طلع انا شو اخذنا امبارح التي سي شو تساوي؟ هيها هيها ال 75 ناقص البولينج موديفيشن زائد دلتا تي في الايش في الكوندنسر، ودلتا تي وين؟ في الديمستر صح؟ الديمستر شو حاط لك في السؤال؟ نيجليجبل اكزاكتلي. الديمستر حاط لك اياها في السؤال هذا، ايوه الليبرشر دوف في الديمستر از نيجليجبل، فبالتالي البولينج بوينت اليفيشن اللي هنا دلتا بي زيرو، فعندك رفع دلتا تي سي والبولينج بوينت، فبدك انت مشان تحسب تي سي بدك البونت بونت اليفيشن دلتا تي بي والتي بولينج بونت صح ولا لا؟ طيب يعني نرجع نرجع في السؤال، فاهمين على شامين؟ طيب فشو عملت انا بدايه اللي انا عارف الاكس فيد وعارف دائما اي سؤال سهل الاكس فيد عارفه والاكس براين عارفه والماس اوف ديستلد واحد عارفه مباشره بتعمل ماس بالانس انرجي بالانس بتطلع هسا الماس اوف براين والماس اوف فيد، فبيطلع عندك الماس اوف فيد 2.5 انقسم الى 1.5 براين وواحد ديستلد. هيو اعمل انير ماس وانرجي بالانس المعادلات، فطلع معي السيستم بفوت عليه فيد 2.5 بيطلع منه تريتد ام ديستلد 1 كيلوغرام بير سكند وام براين 1.5. واضح هاي ولا لا؟ الو 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 واضح مهندس. البولينج بوينت اليفيشن وين بتحسبها دائما وابدا؟ يلا طلعوا عند ايش؟ يلا ات تي بي واكس بي. تي بي واكس بي كم التي بي عندك؟ 75 وكم الاكس بي عندك؟ 700 هيا 7 اكزاكتلي. بيجعل كورليشن بعوض التمبرشر 75 بي اي وبي وسي هاي عوضتن، وعوض بعدين الاكس 7 فانا عوضها مباشره، اخذ الاي كله حطه هذا مباشره، فطلع معي البولينج بوينت اليفيشن 0.903. بس انا بالامتحان اذا قلت لك احسب احسب، اذا ما قلت لكش احسب مشان ما اطولش عليك بقول لك ان البولينج بوينت اليفيشن يساوي 0.903. طيب
الو مهندس معك. طيب هسه بنيجي على التي في، شو تساوي نحن التي في زائد البوليم قد ايش، شو يساوي التي في بيطلع معك قديش التي في؟ يلا قديش؟ 74.4. ودلتا تي سي دائما، ودلتا تي سي مهمل اصلا، يعني دائما العالي عندك البشر دروب تبع ايش الديمستر تبع الكندنسر دائما مهمل، ما بدناش اياها فصفر. طيب في عندك البريشر تبع شو اسمه في عندك علاقه، بقول لك انه البريشر تبع الانترين فيبر تمام يساوي البريشر تبع الفيبر ناقص دلتا بي للديمستر. هاي اكتبها عندكم العلاقه، ما ذكرتهاش في الشرح. فعندك البريشر بي في جيفن قديش 37.1، هيا وين هي؟ هيا صح ولا لا؟ البي في تمام، شو البي في اللي هو البريشر تبع الفيبر تمام ولا لا؟ اللي طالع بعد ما تبخر اللي هو تبع التي في اللي هو انقسم لقسمين انترين فيبر ودست وايش وكسي صح ولا لا؟ اللي حضر معي امبارح تمام. اوكي هاي عندك معادله مكتوبه عندك انه البريشر تبع الانترين فيبر هو يساوي البريشر تبع الفيبر ناقص الدلتا بي تبعت ايش الديمستر. الديمستر 0 37.1 ناقص شو يعني؟ بمعنى اخر انه البريشر تبع الستريم طلعوا بالرحيم، البريشر تبع الستريم اللي طلع من هان هيو لاحظ البريشر تبع الفيبر اللي هان لا يساوي اللي هان. ليش صار عندك في الديمستر بريشر دروب تمام؟ هو عبارة عن ايش هيو قانونه طلعوا، عبارة عن البريشر تبع الفيبر ناقص البريشر دروب تبع ايش الديمستر. البخار بس مشي من هان لهانا فقد البريشر بسبب الديمستر، فاحنا الاصل نعرفه بس انا قلت لك الجبل، فبالتالي برشر تبع الفي هو تبع الاي في. طب شو بدك من اي في انت؟ هسه بفرجيكم ليش، لانه عندك شو تعريف الكومبريشن ريشيو شباب. يلا والبي ام على بي اس، بي اس على الاي في. طيب البي اي في 37.1 ضرب الكومبريشن ريشيو 2.5 شو بيعطيك؟ الستيم بريشر صح؟ مظبوط. وصلت ولا لا؟ تمام؟ تمام. الو هسا في الثيرموداينامك اذا كان عندك البريشر معروف بتروح على جدول تبع الستيم تيلر بتطلع التي اس، ذكرته ولا لا؟ اللي اخذ ثيرموداينامك يعني اذا قلت لك انه الساتوريشن بريشر 200 كيلو باسكال شو كنت تروح على جدول وتطلع البريشر حتى التي سات صح؟ مظبوط. واذا انا قلت لك انه التي سات تساوي 620 كلفن او سيليس 600 درجه سيليسيوس تروح على جدول تطلع البي سات صح ولا لا؟ مظبوط. هدف كله من هاي المعلومة اللي عامله هسه أنا هذا في الصفحة إنه بدل ما أروح على الستيم تيبل طلعت البي سات 92، بدل ما أروح على الستيم تيبل في كورليشن بتقول لك علاقة التي سات بالبي سات هيها. ما ذكرتنيش هذول في الشرح مشان ما طولش الشرح، فبعوض البي سات اللي 92.75 بهاي الكورليشن بطلع التي ستيم لو تي سات للستيم الساتوريشن تبع الستيم اللي 97.96. لاحظ اذا كان الضغط تبع المي 100 كيلو باسكال بتكون التي سات بحدود ايش من 101 كيلو باسكال 100 درجه مئويه للمي، بس اذا كان الساتوريشن تمبرشر 92 لان عند ضغط عالي ف 92 بتكون البولينج بوينت 97.6. بهاي الكورليشن اذا عوضت البي سات 101 بيطلع جواب 100 درجه مئويه. واضح ولا لا؟ الو واضح. فانا الشغل اللي عملتها كالتالي، اول شيء طلعت الدلتا تي، طلعت البوليك بوينت تمبرشر، بعد ما طلعت طلعت ايش التي في واللي هي نفسها شو قلنا على تساوي ايش التي سي، بعدين من الكومبريشن ريشيو بدي الانترين فيبر تمبرشر شو هدفه؟
بدي البي ستيم. طب البي ستيم شو بدي فيه؟ بدخل البي ستيم في ايش؟ في الستيم ايجكتر كالكوليشن. وايش كمان بدخل؟ بحساب التي ستات اللي تي ساتوريشن تمبرشر ذا ستيم. طيب الانترين فيبر هو نفسه البي في ناقص دلتا بي للدي مستر، دلتا بي للدي مستر صفر، بالتالي الانترين فيبر عرفته، فعوضت الانترين فيبر مع الكومبريشن ريشو اطلعت البي ذا ستيم، عوضت في هنا اطلعت ايش التي سات اوف ذا ستيم. واضح ولا لا التدريج في الحل؟ الو واضح يا مهندس. طيب بعدين شو عملت؟ هاي جينا عليها صح ولا لا؟ مش داعي نعيدها صح؟ هاي ايوه كلش مزبوط ولا لا؟ هاي خلاص عرفناها صح؟ وين وقفنا عند هاي؟ بدنا التي سي. شباب امبارح شو قلت لكم؟ التي سي شو نفسها؟ تذكروا يلا يا امين. تي في انوار ايش؟ تي في اكزاكتلي. تي سي نفس التي في مسميات. التي اي في هيا بالشرح. التي اي في اتوقع حطها انا. التي اي في هاي البي اي في هذولا هيا شايفين هن؟ التي اي في والتي سي والتي في نفس الشيء. فبالتالي the temperature of the vapor it's the same as the temperature of the train vapor the same as the temperature of the condenser TC. فبالتالي كم طلعت معك التي في من البرشر دروب من البي بي اي البولينج بوينت اللي باش طلعت معك 74.097 سبستيتيوشن على التي سي هي نفسها هاي 40 74.097 you will get اليو سي 1.96 كيلو وات بير متر سكوير سيلسيوس اللي هي اليونت اوف ذا اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت فور ذا كوندنسر. ذا اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت فور ذا ايفابوريتر ستريت فورورد بيكوز ذا بويلينج بوينت از جيفن ايش دايركتلي وير از التي سي از نوت جيفن يو هاف تو فايند فيرست ذا بويلينج بوينت اليفيشن. فعوضت البويلينج بوينت اليفيشن طلعت مع حسبتها بالكورليشن وبعدين حسبت ايش؟ حسبت اللي هو البولينج بوينت اللي باش حسبتها حسبت التي في هي نفس التي سي عوضتها في الكورليشن تو فايند ذا اوفر اول ترانسفير كوفيشنت فور ذا كوندنسر اللي هي تشابتر 5 ايكويشن نمبر 6. المهم عوضناهن فطلعت في هاي المعادله. تمام ولا لا؟ الو تمام مهندس. تمام مهندس. طيب هسه بنيجي على ايش؟ صار الكوركشن فاكتور very very easy to be found صح ولا لا؟ because the bm is given. البيم قديش؟ هيو هيو البيم في السؤال او لا البيم given اللي هو الموتيف ستيم برشر يساوي البيم هيو 750 كيلو باسكال مظبوط. والبي اي في نفس البي في لانه دلتا بي في دي مستر نيجليجبل صح؟ تمام. الو مظبوط. احنا عندنا الكوركشن فاكتور او معادله اللي شو اسمه اللي هو الجرينمنت فاكتور الار اي او ريشو عفوا شو بدها اللي هن عده عيدك بدها عندك اللي هن البي ام والبي اي في والبي اس. البي اس طلعناها هسه صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ والبي اي في هي نفس البي في والبي ام جيفن مزبوط. طيب وهي البي اس هي والبي اي في هي وهي والبي ام جيفن سو ذا بي سي اف البي ام هيها اللي 750 بيطلع معك البريشر كوركشن فاكتور 1.104 والتمبرشر كوركشن فاكتور فانكشن في الانترين فيبر تمبرشر نفسها التي سي. لاحظ صح ولا لا؟ انوار امين بارح مش هيك ذكرناها؟ تمام التي اي في نفسها التي سي عوضتها 40 بوينت اطلعت التي سي اف التمبرشر كوركشن فاكتور از ويل از بريشر كوركشن فاكتور طلعت ايش الانترين ريشيو الانترينمنت ريشيو البي اس عندي معروفه اللي هو الساتوريشن بريشر ذا ستيم الانترين فيبر بريشر جيفن الموتيف ستيم جيفن البي سي اف كاستيميتد تي سي اف استيميتد سو ذات ذا
entrainment ratio equal to 1.82. هيك تمام ولا ايش؟ تمام تمام. طيب هنكمل. يلا هسه QE شو تساوي؟ يلا شباب. الو الو ابغى نسمعك. لا انا بدي ايش QE. QE شو تساوي؟ مشان اطلع QE شو بدي اياه؟ بدي لمدا اس بدايه صح. اول شيء قال ما نكمل حل خلينا نطلع ايش latent heat of the vapor latent heat of the steam صح ولا لا؟ مشان هيك يا شباب حسبنا التي ستيم الكورليشن هاي من هاي الكورليشن. ليش حسبنا 97؟ مشان نعوضها نطلع ايش اللمدا ستيم. عوضناها 97.6 هي اللي طلعناها شفتوها هيا T steam 97.6 عوضناها في اللندا ستيم هاي الكورليشن جيفن. فبالتالي بنطلعها ايام الستيم تيبل تروح على تي ستيم تطلع اللندا من التيبل. يعني هاي المعادلات انت في غنى عنها. هاي المعادلات كلها انت في غنى عنها if you go and use steam table. هسا احنا بدنا نتفق شباب انتوا حابين تكملوا على المعادلات هاي ولا نروح نرجع نضيع محاضره او نص محاضره يوز هاو تو يوز ذا ستيم تيبل؟ شو بدكم؟ امانس المعادله اسرع دايما اللي بدكم اياه. انا ممكن اعطيك اكسترا كلاس اذا بدك ستيم تيبل اسرع على اكس المهندس. تعال في ستيم تيبل على اكس. بس وانت في الامتحان ما في عندك ستيم تيبل. فهمت علي انت؟ قصدي انه اذا واحد بده بعدين يعني. فاذا بدكم انتم تتعلموا استخدام التراجع استخدام التيبل في التيربو مني جهان بصير انت في غنى عن ايش؟ عن هاي المعادلة. في غنى عن هاي المعادلة هاي عفوا. خلص المعادلة هاي في غنى عنها واللندا معادلاتها في غنى عنها. برجع لك يعني خلص انت بتروح على التي في اللي هي 74.09 بتطلع اللندا في مباشره بدون معادله. بتروح على التي اس اللي هي 97.6 بتطلع ايش؟ لندا اس. الو مهندس معك. طيب شباب اللود تبع الايفابوريتر شو يساوي؟ الماس فيد معروفه السي بي جيفن التي بولينج بوينت 70 75 التي فيد 70 زائد الماس اوف ديستلد 1 في لندا في 2323 هيا شو يساوي؟ يلا الو الو امان نسمعك. مش فيش حدا معاه شباب؟ شو مالكم؟ جمانة سجا كمال كمال ولا القاضي مالك خطيب موجود ويك. موجود مهندس. مين هذا اللي بيحكي؟ موجود مهندس خطيب مهندس خطيب ودويك وين دويك؟ موجود مهندس. طيب شايف الكاميرا ولا لا قدامك الصوره؟ شايف. بالمعادله هاي تبعت اللود تبع الايفابوريتر عندك كل شيء مجهول باستثناء ايش؟ الدرين فيبر ماس والموتيف ستيم ماس واللي مجموعها شو بيعطيك؟ الماس اوف ستيم صح ولا لا؟ طيب هاي المعادله انا بطلع الكيو اي طلعتها الكيو اي تساوي هاي وتساوي هاي as a value of the QE ما عندي مشكله فيها بطلعها
يعني في الامتحان قلت لك اطلع لي اللود تبع الكربونيتر بتقول لي هيو خلاص ما في مشكله. لكن اذا قلت لك طلع لي الماس تبع الموتيف ستيم، هسه الماس اوف موتيف ستيم نوت جيفن، الدرين فيبر نوت جيفن، من هاي المعادله بصير عندك معادله فيها مجهولين صح ولا لا شباب؟ معادله عفوا فيها مجهولين صح ولا لا؟ الو حسن صح. طيب بتروح كمان اللي بربط الماس موتيف ستيم والانترين فيبر اللي هي ايش؟ الانترينمنت ريشيو. الانترينمنت ريشيو طلعتها انا 1.82 صح ولا لا؟ هذا هو تريك في السؤال، هذا اصعب شيء، اصعب شيء في التشابتر، انه انت طلعت هسه ممكن في الامتحان اعطيك الار اي دايركت، انا مشان السرعه بعطيك الار اي دايركت، فانت بتحط والله بعطيك الام اف، بتعمل معادله فيها مجهولين، معادلتين مجهولين. اول معادله انه الكيو اي بعطيك اياها از ا فاليو، تحكي الكيو اي تساوي الماس اوف موتيف ستيم زائد الماس اوف ترين فيبر في لندا اساس، بعطيك لندا اساس انا. هاي معادلة فيها مجهولين، بتروح على الانترينمنت ريشيو، الريشيو بين هاي، فمعادلتين مجهولين، لانه هاي المعادلة الاولى فيها مجهولين اللي هي الماس اوف موتيف ستيم على الماس اوف الترين فيبر، وهي المعادلة الثانية فيها مجهولين، معادلتين مجهولين بتحلين بيطلع معك الماس اوف موتيف ستيم 0.67 والماس اوف الترين فيبر 0.37. شو بيطلع مجموعهم؟ 0.67 زائد 0.37 0.67 زائد 0.37 بيطلع يساوي 1.04 اللي هو ايش؟ الماس اوف ستيم. ولا يا بسريه مش مجموعه انوار، مش مجموعه بيعطيك الماس اوف ستيم ولا لا؟ اه مزبوط صح، مزبوط صح. طيب طيب ماشي، هيك السؤال انحل هسه. طيب هسه احسب لي ايش بس سؤال، يعني هيك سؤال سريع بس. السؤال بدي اياك اياه، شو تعريف قلنا البيرفورمانس ريشيو تبعت الثيرمال، مش اللي خدها شابتر 5 اللي هاي؟ يلا يا اسمك. ام دي على موتيف ستيم، وطلعت الام ام والام دي طلعتها، واحد تقسيمها بيعطيك اللي خلصت. واضح ولا لا؟ معي انت ولا لا؟ طيب نرجع هسه السؤال، خلص السؤال صار الحل. هسه بده الام سي دبليو، الكولينج ووتر بتروح على الكوندنسر انرجي بالانس، الكيو اي شباب مره ثانيه الكيو سي كوندنسر عندك ام اف زائد ام سي دبليو سي بي تي في ناقص دبليو تساوي ايش؟ نيو. شو هاي نيو؟ يلا الكوندنسر افشنسي، اذا كانت 100% بتحطها واحد، مش في 100% خلاص. لندا سي حسبتها، وام اي في عارفه، وام دي عارفها، والافشنسي عارفها، تمام، والكولينج ووتر تمشي معروف، والتي في معروفه، والسي بي معروفه، والام في معروف شو بتطلع الكولينج ووتر فلوريت. واضح ولا لا؟ واضح مهندس. هسه الكيو تبعت الهيموريتر احنا طلعناها فعليا، هيا هيا اللي هي الشق اللي على الشمال وتساوي الشق اللي على اليمين، نفس الشيء يعني ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. عدتها مره ثانيه هنا هالقد ايه، والكيو كوندنسر شو تساوي؟ ام سي في لندا سي في ديفيشنسي، اذا كان كوندنسر ديفيشنسي 100% هي مش 100% 0.9 ذاتس ات. هاي شيء جديد كمان ثاني. الو يا مهندس تفضل. اسالني. ايوه مش المفروض نقسم على الديفيشنسي؟ لا انا بقول لك افهمك شغلي هسه، شو بفوت على الكوندنسر؟ يلا حبي الامسي اللي هو عبارة عن الفيبر بده يتكثف ويعطي حرارته كلها لمين؟ للطرف الاخر صح؟ بغض النظر للطرف الاخر صح ولا لا؟ هسا اذا في شيء عندك هيت لوسز بيعطي 100% مثلا، بيعطي 100 كيلو جول، اللمدة في الماس 100 كيلو جول، بس فعليا فيش كوندنسر شغال 100%، هو رايعته 90% من الحراره، في عندك 10% لوسز. انا بس اقول انه
اللي في شانس الكوندنسر 90%، معناته انه 90% من الليتنت هيت اللي تطلع بسبب التكثيف بتروح للطرف الاخر فور ذا اذر سايد، اللي هي ذا امونت اوف هيت ذا بنفيت هيت اللي بيستفيد منها الاكتوال هيت ذا اذر سايد اللي هو مش الهوت سايد الكولد سايد، ذا كولد سايد ابزورب هيت فروم ذا هوت سايد، الهوت سايد ريليز هيت فروم ذا ايش فروم ذا كوندنسيشن. Now, for example, if 100 kilojoule is released from the condensation, then the cool side will use only 90% out of this amount. فإذا حرر 200 kilojoule التكثيف هذاك بيعطيك 180. بالتالي عندك 0.63 ضرب 2.3 هاي the actual amount of heat released from the condensation multiply by the efficiency 0.9 بيعطيك 1.317.5. وضحت ولا لا؟ وضحت وضحت مهندس. تمام. هسا نيجي على الاريا اوف ايفابوريتر. خلص الكيو اي صارت معروفة عندي اللي هي 2354.1 واليو اي انا حسبتها هنا شايفينها اليو اي هنا اللي هي 2.262 اوكي، والتيسات حسبتها والبولينج بوند جيفن بحسب الاريا. بعدين مشان احسب الاريا اوف ذا كوندنسر الكيو سي عندي معروفه، اليو سي معروفه بدي احسب الام تي دي. الام تي دي شو تساوي؟ تي فيد ناقص تي سب اليو على لين تي سي اللي 37.01 صح ولا لا؟ اللي 4 صح ولا لا؟ الو مهندس بيطلع 16.25 بتعوضها بيطلع عندك الاريا اوف ذا كوندنسر 41. طيب خلاص هاي عندك البرفورمانس ريشيو طلعناها. هسا عندك طالب منك البرفورمانس ريشيو الكولينج ووتر سبيسيفيك اللي هو ام كولينج ووتر عام دي. الام كولينج ووتر طلعت معانا 4.83 تقسيم ام دي واحد نفسها، والسبيسيفيك اريا كلها اللي 44.47 اللي هي لا هنا مخربطين 44.47 بلس 40 ولا لا في خربطة هنا اللي هي 39 عفوا زائد 41 هاي بعدلها اوكي عدلوها هاي تمام. اوكي الو مهندس واضح ولا لا؟ الاكزامبل مش صعب يعني بس ايش بده شويه تركيز. اذا بدكم تستخدموا الستيم تيبل محل الكورليشن يو كان، اللي بده يستخدم الستيم تيبل يعني هي كان دويت ما عندي مشكله. مهندس نعم احنا حسبنا التي تي سي صح، قلنا تي في ناقص البولينج بوينت 74 بدي اعوضها غلط لازم 74 صح، لازم 74.097 انا حاطه بالغلط 73.097 غلط 74.097 اللي هي 0.01 هي هاي 74 واسمع بعدلها وهاي عندك زائد هاي بعوض المحل هذول بعدلها بعدلها واخبركم عنه تمام. تمام بس مهندس احنا كان معنا ال بي اي في صح، كان موجود معطينا اياه بالسؤال شو هي بي اي في ولا مش معطينا اياه؟ لا بيعطيني بي في مش بي اي في هيا تمام هيا فرجيك اياه بس بيعطيني البريشر اوف ذا فيبر 37.1 هسه بس يطلع الديستل الفيبر بس يطلع من الايفابوريتر بيصير له بريشر دروب. هذا البريشر دروب ديو تو ايش؟ ديو تو ديمستر، فدلتا بي تبعت ديمستر نقل جبل ماشي. فانا قلنا شايفين البي اي في هاي العلاقه اللي هي عباره عن البريشر تبع الفيبر اللي بيطلع اول من جوا من جوا الايفابوريتر لا ايوه نقص منه البريشر دروب على ديمستر بيعطيك البي اي في نقل جبل فبالتالي بيطلع ايش؟ 7 ايوه هاي البي اي في لاحظوا السؤال سهل يعني ما فيش فيه إيش يعني
طيب بنيجي على اللي هو آخر موضوع في شابتر 7 في شابتر 6 عفوا اللي هو البرفورمانس شارتس. وأنا كاتب لكم أنا إنه you have example 2 in the textbook page 97 67 عفوا you can see it and be careful about the last line هذا غلط. You have to add 41.18 plus 39.8. Okay, يعني معدلها على كل حال. طيب هسه نيجي على الإفكت of different parameters اللي هو system performance is presented in terms of variation of the system design parameter as a function of boiling point وعندك الكومبريشن ريشيو والموتيف ستيم. شباب الو مهندس هسه السؤال اللي بيطرح نفسه الموتيف ستيم مين بيتحكم في قيمته؟ انت صح ولا لا؟ مزبوط. انت بتفوت الستيم على بريشر معين بي ام. طيب ماشي. وانت بتصمم ستيم اجكتر يعطيك الكومبريشن ريشيو سي ار معروفه صح ولا لا؟ مزبوط. مزبوط. والبولينج بوينت ماشي البولينج بوينت اللي عندك للبراين تمام حسب ايش الضغط تبع ايش الفيبر طبعا الفيبر هو بتحكم فيه. طيب هذول الثري باراميترز بدنا نشوف تأثير اللي هو البولينج بوينت تأثير الكومبريشن ريشيو تأثير الموتيف ستيم بريشر على ايش على البيرفورمانس ريشيو على اليو اي واليو سي على الاس اي السبيسيفيك هيت ترانسفير اريا وعلى الاس ام سي دبليو. وضحت ولا ايش معي انتو؟ الو معك مهندس. مهندس يعني بدنا نشوف تاثير هذول الثلاث مع بعض على هاي اللي هي اليو اي واليو سي وعلى شو هذا؟ يلا بيرفورمانس ريشيو وعلى ايش اللي ترانسفير وعلى ايش كل كوتر. طيب اول شيء نشوف تاثير التي بي والسي ار والبي ام على اثنين اللي هو البيرفورمانس ريشيو في اول سلايد هذا اللي هو بدي اشوف الفاريشن in the system performance ratio as a function of boiling point and motif steam BM. هسا بدي اشوف تأثير البولينج بوينت والبي ام على البيرفورمانس ريشيو. يا اخوان الو الو معك مهندس معك مهندس معك شو بدي اعمل الثري فاكتور الثري فاريبلز هذولا بدي اصير اخذ اغير الاثنين وترتب الثالث يعني بدي اشوف تاثير البيرفورمانس اللي كومبريشن ريشيو والبولينج بوينت على البيرفورمانس ريشيو بثبات الموتيف ستيم. بعدين الحاله الثانيه تاثير الكومبريشن ريشيو والموتيف ستيم على البيرفورمانس ريشيو بثبات البولينج بوينت. بعدين تاثير البولينج بوينت والموتيف ستيم بريشر على البيرفورمانس ريشيو بثبات ايش الكومبريشن ريشيو. اعيد ولا ما اعيدش؟ الو معك مهندس يعني شو راح نعمل هسه؟ بعدين راح ناخذ تاثير البولينج بوينت مع الكومبريشن ريشيو بثبات
موتيف ستيم على الاريا، بعدين تاثير البولينج بوند والموتيف ستيم بثبات الكوبريشن ريشيو على الاريا، بعدين تاثير الكوبريشن ريشيو والموتيف ستيم بثبات البولينج بوند على الاريا، بعدين ناخذ the effect of boiling point and compression ratio on the cooling water flow rate whereas BM is constant, then the effect of BM and CR على ال MCW بثبات TB، بعدين the effect of boiling point and the bottom steam pressure على ال cooling water flow rate بثبات ال compression ratio. واضح ولا لا؟ ألو عدين معاكم أبو مهندس، واضح؟ أنا ثبت اثنين وغير واحد، أو ثبت واحد وغير اثنين. بتثبت اثنين بتغير اثنين، بتثبت واحد بتشوف تأثير على أول أو بعدين، فبيطلع عندك أربعة في ثلاثة، صح ولا لا؟ 12. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. احنا اول عنوان اللي هو the effect variation، تأثر performance ratio as a function of boiling point البراين يعني هاي temperature and ايش يلا pressure compression ratio بتثبت pressure of motive speed. هيها variation in the system performance، التغير تغير ال performance ratio B as a function of TB and BM. هذا شو بيكون عندك؟ شو الثابت عندك؟ ال compression ratio. تمام ولا لا؟ تمام مهندس. أيوة، فأنا هيك يعني إذا فهمت الموضوع حاول تمشي أمورك. فشو عملوا البرفورمانس ريشيو؟ شو بصير فيها؟ اول شيء as the boiling point increase، شو بصير عندك بالبرفورمانس ريشيو؟ شو بصير فيها؟ بزيد ولا بتقل بشكل عام؟ يلا هيا واضحة. ايه شو بالكم؟ بتقل بالكم، بس البولينج بوينت تزيد اكيد راح تقل البرفورمانس ريشيو، more steel needed in order for to evaporate، فبالتالي بتقل البرفورمانس ريشيو. شو مالكم؟ صح مزبوط. طيب اذا overall at low boiling temperature، ماشي عند البويلينج temperature low high performance ratio، طبعا ايش اول خط؟ هذا عن ضغط 250، الخط الثاني عند موتيف ستيم يساوي 500، الخط الثالث عند موتيف ستيم يساوي 150، الخط الرابع عند 1000، والخط الخامس عند 1500. فبلاحظ هسه عند هايست بولينج تمبرشر، هايست او لوينج بولينج تمبرشر، لو بولينج تمبرشر، ايوه ثبت لي اياها يلا يا شو اسمه دردس. الو دردس موجود؟ طيب كميليا. نعم مهندس. طيب آية، وين آية؟ موجود. طيب موجود آية عند تمبرشر 60، هاي تمبرشر 60 ثبت البويلينج. هنا عندك أول كيرف بريشر 250، الكيرف الثاني 500، الثالث 750، الرابع 1000، الخامس 1500. لاحظ طبعا هذا كله عند كومبريشن ريشيو كنت ستمنى فيها. إذا ثبتت التمبرشر بولينج بوينت 60، أنو أعلى بيكون بيرفورمانس ريشيو عند ضغط 1500، صح ولا لا؟
مزبوط؟ اه صح مهندس. صح ايوه. عند ضغط 1500 الكومبريشن ريشو على اشي؟ كل ما بقل الموتيف ستيم بريشر بتقل الكومبريشن ريشو اذا كان التمبريشر ثابتين. واذا شو علاقة الموتيف ستيم مع البيرفورمانس ريشو؟ علاقة البويلينج تمبريشر مع البيرفورمانس ريشو. يلا انوار. هلا البويلينج كل ما زادت البيرفورمانس ريشيو بتقل، بينما الموتيف يعني higher performance ratio are obtained at يلا زي ما قلت low boiling temperature high motive steam. صح ولا لا؟ آه صح مظبوط. طيب ليش؟ معروف إذا كانت البولينج تمبرشر قليل جداً we need less amount of motive steam needed in order to compress the entrained vapor. This is because the small increase in the temperature at low temperature. معروف. فبالتالي الجنرال ترند اللي عندنا من أول chart اللي هو the performance ratio is proportional with the motive steam and inversely proportional with the boiling point temperature. واضح ولا لا؟ واضح. واضح؟ طيب الرسم الثانية اللي هو تأثير البولينج بوينت والكومبريشن ريشيو على البيرفورمانس ريشيو بثبوت الضغط. فهنا نفس الاشي، عندنا البولينج بوينت at different compression ratio. لاحظ اعلى كومبريشن ريشيو والكومبريشن ريشيو على واحد. يلا خمسة اللي تحت خمسة. اذا شو علاقة الكومبريشن ريشيو مع البرفورمانس؟ طردي ولا عكسي؟ بروبوشن ولا انفيرسلي؟ يلا لا عكسي. عكسي اي اكزاكتلي. اذا higher performance ratio obtained at low boiling point and low compression. واللو boiling point عارفينها من أول. إذا بمعنى آخر الخلاصة اللي أنا بعرفها كالتالي، إنه الـ PR تتناسب طردي مع مين؟ موتيف ستيم بريشر. هاي بكتب لكم إياها معادلة هسه. الـ PR تتناسب طردي مع إيش؟ يلا مع الـ PM and ايش؟ يلا بس والباقي عكس. اذا هاي عندك. طيب هاي بعكس مع ايش؟ مع البولينج بوينت. صح اكزاكتلي. التي بي شو كمان؟ الكومبريشن ريشيو. الكومبريشن ريشيو اللي ايش؟ بي ار سي ار. تمام. as the motive steam pressure increase the performance ratio increase, as the boiling point increase and the compression ratio increase the performance ratio decrease, so that decreasing the boiling point as well as the compression ratio will increase the performance ratio and inversely as the BM is proportional with اللي هو البرفورمانس ريشو. واضح ولا لا؟ طيب نكمل هنا. لو تأثير هسه ايش؟ تأثير اللي هو الموتيف ستيم ولا كومبريشن ريشو على ايش؟ على البرفورمانس ريشو. اذا هسه اخر وحده variation in the system performance ratio as a function of motive steam and compression ratio XCR. يلا شو بنلاحظ هسه؟ خمسة أقل وحدة تناسب عكسي وأعلى إيش لبرشاب. تمام؟ طيب شو بنستفيد من هاي الرسمة؟ يلا طلعوا أفرجيكم بشالي الفانكشناليتي of the performance ratio أو اعتماد البرفورمانس ريشو على البولينج بوينت أعلى من ايش؟ من البرشر. طلع البرشر، طلع قديش بيزيد وبخل. يلا
الو مهندس اطلع ال functionality of the functionality of the performance ratio in the motive steam pressure is lower very low compared with the boiling point. هاي الدليل طلع الكيرب السلوب له قليل جدا. The sensitivity of the performance ratio to variation in the motive steam pressure is less pronounced than those as found as a function of the temperature and the compression ratio. طلع واضح انت الموتيف ستيم بيأثر طردي لكن تأثيره قليل. طلع على الرسمة هاي السلوب. شوف الضغط بتحول من تقريبا 200 ل 1500 الكومبريشن ريشيو بتزيد بمقدار قليل جدا معينته، بينما التمبرشر من 45 ل 150 بصير دروب واضح. لاحظ السلوب أعلى تمام ولا لا؟ تمام. في ملاحظة بقول لك as the pressure of the motive steam is increased البي تبع ايش الموتيف ستيم شو بصير باللاتنت هيت؟ طيب بالثيرموداينامك السؤال سؤال as the Psat بشكل عام increase اللاتنت هيت بتخلي ولا بتزيد؟ يلا التناسب عكسي، يعني as the latent heat as the vapor the saturation pressure increase the latent heat of evaporation or condensation increase. اصلا بضل decrease عفوا اصلا بضل عندك الفالو تخل لحديت ما اصل للبي كريتيكال عندها بصير انه you cannot distinguish between the vapor and the liquid اللي بسموها البي كريتيكال. فانا as the pressure the saturation pressure increase the latent heat of evaporation as well as the same for condensation decreases. تناسب عكسي. As the saturation pressure decrease, the latent heat increase. علاقة saturation pressure علاقة عكسية مع latent heat. بالتالي as the pressure of the motive steam is increased, بس أنا أزيد motive steam pressure, latent heat decrease. Therefore, to maintain a constant latent heat in the compressed vapor, it's necessary in the compressed vapor, it's necessary to entrain large amounts of the vapor leaving the evaporator. This reduces the consumed amount of motive steam. بالتالي الموتيف بقل، فبالتالي بصير عندي يعني إيجابية أحسن. تمام؟ طيب. أوكي. في عندنا هسه واحد أخذنا تأثير إيش إحنا؟ تأثير three different factors boiling point compression ratio motive steam على اللي هو performance ratio. طيب كمان تأثير على إيش؟ يلا على الهيت transfer يعني واضح؟ تمام. طيب كي خلاص أربعة بنكملها. طيب كملها مشان كفي اليوم. بس بالله ما تنسوش example 2 تحلوه تراجعوا فيه شوفوا كيف حلوا بالتكست بوك. اليوم لحد هذا بكفي، يعطيكم ألف عافية. الأربعاء الامتحان الساعة واحد إن شاء الله. خلاص زي ما اتفقنا إنه شابتر ثلاثة مش داخل في امتحان السكن، اللي داخل في امتحان السكن شابتر أربعة وخمسة. السلام عليكم.